الو، اهلا. روميو، ازيك يا بودي؟ ازيك يا روميو؟ لا انا لازم بقى احكي لك القصه بتاعته وهو معاك. خليك معانا يا كابتن رامي، ما تروحش في حته. حضرتك من سنتين ونص كده او من سنتين وشويه كان رامي عنده مشكله في الحوض، وانا بعمل تريننج في المانيا في مستشفى اللي هو بيتعالج فيها شون كلينك، هو كان النادي هو مسافر ويتعالج هناك، وانا كنت بعمل هناك تريننج بالصدفه. فتعرفت عليه وقعدت اسلم عليه وتبين ان انا فان للاهلي، فانا وقفت معاه وقعدت اتكلم وقعد يقول لي انت هنا بتعمل ايه؟ بقول له انا هنا جاي اخد تريننج عند البروفيسور اللي هنا. فقعدنا نتكلم مع بعضينا شويه، بعد كده هو اصلا في يوم كده كان قافش على المستشفى كلها هناك وقال لي بقول لك يا دكتور، سمعت انت مش دكتور مصري؟ قلت له، قال لي تعالى اعمل لي الجلسه ومش عارفين يخففوني. وخدني في اوضه وقال لي اشتغل. قال لي ده كان ممنوع. قلت له يا كابتن هشتغل ازاي؟ انا هنا اصلا تاني ما ينفعش اشتغل خالص. قال لي انا بقول لك انا اشتغل، انا عايز حد يجي يكلمني، انا ما بخفش هنا في المستشفى دي. اهلا بيك يا رامي. قبل الهوا دكتور عبد الرحمن بيقول لي انك يعني انت من اكتر الناس الملتزمين، وعشان كده دايما بيحط لك حاجه زياده في كل ميل، وفي معسكر بيظبطك في المشويات. يعني انت واخد حقك وزياده شويه. لا انا تعب الراجل معايا بصراحه يعني. حبيبي يا روميو حبيبي، صعبه معايا يعني، دايما لازم اطلب حاجه زياده يعني، ما بستكفيش بالاكل اللي هو بيجيبه لي بس يعني. لا دكتور عبد الرحمن دكتور محترم، كان اول مع اللقاء معانا ماتش سان داونز بره، كان اول تعرف لي بيه يعني. فلا يعني راجل مجتهد وراجل محترم في شغله جدا، عشان كده احنا بدانا اللعيبه كلها تهتم باكلها ووزنها والامور دلوقتي ماشيه. شربت كام ازازه ميه النهارده يا كابتن رامي؟ لا انا الاصابه بقى خلاص همبلين. لا معلش، عايزينك ترجع احسن من الاول. لا ان شاء الله يعني. طمنا عليك. لا بالنسبه للاصابه، الناس يقول لك الاصابه على طول بتتكرر، انا شايف ان انا بقالي سنه الحمد لله ما فيش اصابه، ده شيء طبيعي. كل اللعيبه دلوقتي عندهم شد، اكيد الدكتور وفاء عارف اللي انا بقوله، او الدكتور خالد النادي الاهلي عارف اللي انا بقوله. انت شد في الخلفيه يا رامي صح؟ لا انا عندي مزق. مزق نتيجه ان انا جالي شد قبليها بماتشين، ولحقت عليها ماتش اف سي مصر، وزي ما قلت لحضرتك في الاول، يا ريت الناس تفهم ان الملاعب في مصر غير مؤهله ان اي حد يلعب فيها. دي حاجه صريحه يعني، انما لعيب مش في جسمي، بالعكس اللعيبه كلها النادي الاهلي عندها شد، اللعيبه كلها مجهده. انا واحد من الناس كنت مجهد، العضله النفس اللي اتمزقت كانت مجهده، فلعيب مش في تكويني جسماني ولا لعيب في تكويني ان انا بتصاب كتير، بالعكس انا بقالي سنه من ساعه الحوض ما اشتكيتش باصابه مختلفه يعني، ده دليل ان انا ماشي الموسم، ويعني يعتبر الحمد لله لعب معظم الماتشات السنه دي مع النادي الاهلي افريقيا ومحليا. فانا شايف ان يعني حتى الرفاع يفهم كلامي كويس، ان انا ما فيش دلوقتي اصابه ولا في اي حاجه، بس هي المسألة ده طبيعي. اظن ان في لعيبه لو بتتابع الدوري الانجليزي، نص يعني نص اللعيبه في الدوري الانجليزي جالهم شد ومزق في العضله الخلفيه نفس بتاعته. يعني سون توتنهام جاله مزق برضه في الخلفيه، في لعيبه كثيره جالها الموضوع ده، لان موسم استثنائي، موسم صعب، الواحد محتاج فيه مجهود وراحه كتير وماتشات كلها ورا بعض. انت كده بعيد عن ماتش المغرب يا رامي صح؟ طبيعي. بس ممكن الماتش هنا تلحق ولا برضو ممكن يبقى؟ ان شاء الله بنعمل تحديات مع دكتور وفاء مع دكتور خالد، بينسقوا مع بعض ان احنا نقدر نعمل حاجه تكثف العلاج يعني الصبح وبالليل، فربنا يكرم ان شاء الله والحق يعني. الواحد مستني الماتشين دول اصلا يعني، الموسم كله في الماتشين دول يعني، ده اللي مضايق الواحد. انما الاصابه مش كبيره يعني الحمد لله، الاصابه كحجم اصابه مش كبيره، ده طبيعي. بس انما توقيتها هي اللي كان رخم. معلش الواحد كان متضايق بس، او اللعيبه معلش انا عارف طبعا يعني، وبالذات لان انت الماتشين اهم ماتشين عندك الموسم. صح عندك حق طبعا، وبالذات كمان انما طبعاً وبالذات كمان خط دفاع الاهلي يعني، خط دفاع الاهلي بيعاني الحقيقه يمكن بشكل كبير جدا، اعتقد 70-80% من الاصابات في خط الدفاع في الفتره الحاليه. انا بشكرك حضرتك. اتفضل. لا اسيبك بقى مع لا اتفضل وشوف. لا اسيبك استمتع بضيوفك. دكتور عبد الرحمن تحب تقول حاجه لرامي؟ يعني انا مستنيك ترجع لك بالسلامه. الاصابه مهمداني. لا خالص مفيش الكلام ده يا روميو. ترجع لنا بالسلامه يا رامي. حبيبي يا رامي منورين الدنيا انت ودكتور وفاء. حبيبي منورين يا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن رامي ربيعه، وترجع بالف سلامه ان شاء الله مره ثانيه يمكن.